كتير قوي ناس عايزة تعرف المدة اللازمة للتعود على تركيبات الأسنان المتحركة، سواء طقم كامل أو طقم جزئي بمشابك. الناس بتبقى عايزة تعرف المدة اللازمة للتعود قد إيه، هقدر أتعود على الطقم وآكل بيه طبيعي وأتكلم بيه طبيعي وأمارس بيه حياتي الطبيعية بعد قد إيه، أسبوع ولا 2 ولا شهر ولا 5 شهور. الناس بتبقى عايزة تعرف مدة معينة. أنا كنت عملت قبل كده حلقات كتير عن الخطوات اللي بيها أقدر أتعود على طقم الأسنان سريعا، ولكن الناس بتبقى عايزة دايما مدة. تعالوا نعرف النهاردة. أول حاجة قبل ما نقول المدة، لازم أول حاجة نحدد هل هو طقم كامل، طقم كامل فوق وتحت، complete denture طقم كامل، ولا هل هو تركيبة جزئية صغيرة متحركة، ولا هل هو تركيبة جزئية متحركة بمشابك من النوع الكبير، يعني معوضة جزء كبير من الأسنان لدرجة إن هي تشبه طقم الأسنان الكامل. يا ترى الطقم اللي انا عامله دوت كان عند طبيب ماهر وبيتعامل مع معمل ماهر ومديني طقم اسنان جيد الصنع، ولا طقم اسنان رديء او في مشاكل كتير؟ ده هيطول طبعا فتره التعود وهيبقى في مشاكل. طيب هل الطقم دوت معمول من المواد ايه؟ الطقم ده معمول من خامه الاكريليك ريزن التقليديه العاديه خالص، ولا معمول من الفلكسيبل او طقم اسنان مطاطي مارين سيليكون، ولا هل هو من النوع المصمم بالكمبيوتر، ولا هل هو نوع طقم مثبت او محمل على ذراعات او غرسات؟ غير كده كمان اللي بيحدد المده ديت انا شخصيتي، انا كمريض هل انا من النوع الصبور؟ هل انا من النوع المتسرع؟ هل انا من النوع اللي نفسيتي كويسه وعندي اقبال على الحياه وعندي طاقه ايجابيه ودايما ببص لنص الكوبايه المليان، ولا هل انا من النوع شويه المتشائم اللي بيشوف الدنيا سودة بسرعه، اللي بيزهق بسرعه، اللي بيمل بسرعه، اللي مش متقبل الطقم اصلا نفسيا؟ فطبعا شخصيه الفرد هنا بتتحكم في المده. كمان هل انا من النوع ان اول لما بلبس الطقم والاقي قرحه خلاص بقول الطقم ده مش هينفع، الطقم ده مش كويس، انا هحطه في الدرج، مش عارف اكل بالطقم انا هشيله واحطه في الدرج، الطقم ده مش عارف اتكلم بيه والناس مش فاهمه كلامي ومخارج الفاظي اتغيرت انا هحطه في الدرج. طب انا هحطه في الدرج على طول، طب امتى هتعود على طقم الاسنان؟ لكن ممكن يبقى شخص تاني عنده مصابره مش عارف يتكلم يحاول يتكلم تاني ويتدرب على الكلام وما يقلعش الطقم، طب ما ده هيتعود عليه خلال اسبوع اسبوعين ثلاثه، لكن الشخص اللي حطه في الدرج طبعا ممكن يقعد بالشهور على بال ما يبتدي يتعود او على بال ما يفتكر يلبس الطقم، طبعا هياخد منه وقت طويل. لو انا مثلا عامل طقم كلي كامل، طقم كامل فوق وتحت، اكيد ده هياخد وقت اطول اني انا اتعود عليه، ممكن ياخد له من 3 اسابيع لاربع اسابيع، شهر ونص، شهرين، على حسب برضو انا بلبسه قد ايه وبعالج المشاكل اللي بتظهر فيه، سواء قرح، سواء التهابات، سواء مشاكل في الكلام، في سقف الحلق يعني. ولا هل انا عامل تركيبه جزئيه بسيطه؟ اكيد طبعا التعود عليها هيبقى اسرع بكتير من الطقم الكامل، فطبعا حجم التركيبه بيفرق. كمان النقطه الثانيه اللي قلنا عليها هي المعمل والطبيب. لو الطبيب ماهر وعامل طقم كويس، لو انا ما عنديش تاكل شديد في عظام الفك، الطقم مش مطلع لي مشاكل كتير، اكيد هتعود عليه اسرع، غير الطقم رديء الصنع او الطبيب ما كانش ماهر او المعمل مش كويس او الطقم. طبعا طقم بيطلع قرح طبيعي، ولكن لو قرح زياده عن اللزوم، لو عندي التهابات زيادة عن اللزوم، يعني في مشاكل طبعا كتير قوي، وحالة كل شخص غير الآخر. كمان الماتيريال او الخامه بتاعت الطقم بتفرق، يعني الطقم العادي التقليدي ساعات طبعا بيحتاج وقت اطول شويه من الطقم المطاطي المرن الحنين على اللثه اللي شويه فيه نسبه مرونه او نسبه سيليكون، ده طبعا بيخلي الطقم احن شويه على العظم، بيقلل من تاكل العظم، بيقلل من ظهور القرح، من الالتهابات، بيبقى سهل ان الشخص يتعود عليه ويتقبله اكتر من الطقم التقليدي. كمان الطقم مثلا الديورا فليكس ده نوع متطور جدا من الطقم المطاطي المرن، بيدي تعود اسرع وبيدي مرونه اكتر وبرده شكل جمالي اكتر، بيخلي المريض متقبله وفرحان بيه اكتر ويتعود عليه اسرع. طبعا الطقم المصمم بالكمبيوتر طبعا بيبقى اسهل في التعود عليه. المشابك لو طقم اسنان او تركيبه جزئيه متحركه بمشابك، هل المشابك معدنيه؟ هل المشابك مطاطيه مرنه؟ هل هي لون الاسنان؟ هل هي لون اللثه؟ كل الحاجات دي بتفرق برضه في النفسيه وبتفرق على في فترة التعود. ما ننساش برضو في الآخر أني أرجع وأتكلم تاني وأقول الشخص نفسه أو نفسية الشخص ومصابرته وصبره على الطقم هو ده اللي بيحدد. يعني عايز أقول لكم على حاجة، في ناس أنا شفت ناس كتير تبقى حاطة طقم عادي جدا تقليدي جدا أكريليك ريزن بسيط وعند طبيب بسيط جدا وما كانش مكلفها كتير وأسنانه أكريليك ريزن سامبل جدا وبسيطة جدا، والشخص ده راضي بالطقم جدا وعاجبه جدا ومبسوط بيه جدا، وحتى لو طلع له قرح بيعالج
القرح ويلبس الطقم، لو طلع له التهابات يعالج الالتهابات ويلبس الطقم ومبسوط بيه وبياكل بيه وبيتكلم بيه وبيقابل الناس بيه وكل حاجه. الاقي شخصيات تانية هي بتبقى نفسيات، انا ما بنتقدش الناس دي ولا حاجه، ولكن بتبقى نفسيه وتقبل. انا مثلا مش متقبل الطقم بتاعه، عندي طاقه سلبيه، حتى لو الطقم بتاعي كويس وشكله حلو وغالي ومعمول من ماتيريال عاليه وفي سنتر او في مركز كبير، هلاقي نفسي مكتئب ومش عايز البس الطقم وابص له ازعل، مجرد انه يطلع لي قرحه صغيره اتضايق واحطه في الدرج واحزن وازعل واروح اعمل طقم تاني وتالت ورابع، وتستمر القصه على كده. يبقى تلخيص لكل اللي انا قلته دوت، في ناس بيستلموا الطقم بعد يومين ثلاثه يبتدوا يقولوا انا مبسوط شويه، انا حاسس ان الدنيا احسن، بعد شهر خلاص الموضوع بيبقى كويس جدا وبيبتدي ياكل عليه ويشرب بيه ويتكلم بيه كل حاجه. في ناس بتقعد بالشهور، يعني بالخمس والست شهور مش عارفه تتعود على التركيبه او على طقم الاسنان. لو في حد عنده اي سؤال او استشاره طبيه بيكتب لي في التعليقات، برد على كل اسئلتكم واستشاراتكم الطبيه. بتمنى لكم الصحه والعافيه واشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله.